يسعفه الحظ فغادر مبكرا مقاعد الدراسة، فبدل الشارع فضل يونس صاحب 17 ربيعا ابن ولاية تلمسان مهنة الحلاقة. وجيت لهنا الصالون تاع جرفي كوافير، سقسيت باش نتعلم الحلاقة باش ما نقعدش نبردي في برا في الدروبات وهامل، ديجا الحالة اللي رانا فيها ما تصلحش. جيت لهنا علمني الحلاقة وطلعت للتكوين، بديت نقرا تما، واليوم رانا في الامتحان النهائي. رافقنا يونس يوم الامتحان لنيل شهادة تؤهله لولوج عالم الشغل وتحقيق طموحاته. ودي باغي يتعلم الحرفة، الحرفة مليحة خير ما تقعد برات تقعد مبردي. فرحة كبيرة لي والوالدية باش ما نديرو حصالو ان شاء الله مليح. هادو امامكم متمهنين تابعين لمركز التكوين المهني والتمهين الروما في اختصاص الحلاقة، بعد تكوين دام حوالي سنة من التكوين النظري والتطبيقي، ها هم اليوم يقومون بالتمهين التطبيقي الذي سوف يقوم أستاذ التكوين بتقييمهم. وكمثال على ذلك الأستاذ يونس المتمهن يونس الذي سوف يقوم بأعمال تطبيقية وامتحان تطبيقي. هذا المتمهن من بين المتمهنين الذين تركوا مقاعد الدراسة والتحقوا واختاروا التكوين المهني كوسيلة للحصول على مهنة تؤهلهم للولوج إلى عالم الشغل، ولما لا إنشاء مؤسسة مصغرة. هو يونس والعشرات من أقرانه الشباب كانوا عبرة لغيرهم وقدموا أروع الدروس في التحدي والمثابرة.